لن نذهب للمشاركة في حوار اليوم إذا عقد. إحنا اللي بدأنا الحوار، إحنا اللي بدأنا بالمطالبة بالحوار. الأهل المعارضة والجبهة وأعضاء الجبهة وأحزابها يعني كل واحد في وقت من الأوقات ثم جماعيا طالبنا بهذا، ولازلنا موافقين على الحوار ومستعدين للحوار، إنما الحوار اللي ينتهي إلى نتيجة مش بس مضمونة، نتيجة تنفذ، مش نتيجة لمجرد أن إحنا ده يعني بر وعتب، ده الشيء اللي إحنا خايفين منه، إنما إحنا مستعدين للحوار. والجبهة نفسها ممكن إنها تقترح، هتقترح، هتشوف في بيان، هتشوف الشروط، مش الشروط، النقاط اللي إحنا بنطرحها على الكل، على الشعب وعلى الحكم. زي ما قلت أنا دلوقتي في المؤتمر الصناعي الكلام مش موجه فقط للشعب، إنما موجه أيضا للنظام.